った。طبعا
الاول والثاني هنشوف مسألة. طيب قبل ما تشوف المسألة ما تيجي تشوف افكار نظرية على نظرية الكويس سيرفو كونديشن. ممكن عندي التانك اللي فيه مية وعندي الانبوبة متوصلة بانبوبة كده. ودي فا سويل مثلا. فا سويل. يبقى عشان ما تشتغل باخد ليا يا نفس فكرة الكابيلا. يبقى عندي فرق الهيكل من هنا لغاية دي لغاية اتش اهو. طيب انت هيشتغل معايا في الوزن ايه؟ كل اللي فيها سويل ده داخل في الدبليو بتاعك. يعني داخل في حسابات ايه؟ ال. يبقى ال بتاعك حضرتك اول واحد انا لما اجي اشتغل الابليفت بتاعي عباره عن ايه؟ اتش مضروبه في الاريا في الجامعة اوضه ماشي؟ يبقى الابليفت فورس بتاعي اللي هي الاف بتساوي الاتش في الجامعة اوضه في الاريا. الاريا عندي هنا ست. طب الوزن اللي عندي عشان اجيب الكريتيكال عباره عن ايه؟ الاطوار دي او بمعنى اصح عشان نتكلم صح الاوزان دي زائد دي زائد دي ماشي؟ يعني ممكن يبقى الحجم كبير ما تفرقش معايا. اللي يفرق معايا ان دي المسار اللي فيه صويل. صوت لو سمحت. ده المسار اللي فيه صويل وله اطوار ايا كان الاطوار بتاعته. اللي استبعد ده هو عباره عن الوزن مجموع اوزان الصويل اللي في الانبوبه دي هيتزن مع الابليفت اللي جاي. فبالتالي مجموع الاوزان في اريا معينه عند نفس المكان فكده كده الاريا رقم على الاريا. انما الاوزان عباره عن ايه؟ حجم الجزء ده في الكثافه بتاعته زائد حجم ده في الكثافه بتاعته زائد حجم ده في الكثافه بتاعته. لو القطر ثابت يبقى الحجم عباره عن ايه؟ الطول ده زائد ده زائد ده ماشي؟ مضروب في الاريا اللي هي لو ثابته خلاص مفيش مشكله. يبقى انا بتعامل مع الحجم ده يبقى ال دي زائد ال دي زائد ال دي يبقى ده الجزء بتاع ال اللي داخل في الحجم بتاعه ماشي؟ واعمل السبنت قالوا هيحصل فرار ولا لا. ممكن افكار ثانيه نركز معاها. ممكن الانبوبه مايله كده مفيش فايده مش مهندس اخرج واقفل الباب واللي بره هنا ما تخرجش. لو الانبوبه مايله كده يا شباب يبقى هي من نظريه الاتزان هي ثابته ما لهاش علاقه بالانبوبه مايله او بس في الاتزان عند السطح هنا فالاريا ثابته في الطرفين ماشي؟ ولكن هنا الوزن عباره عن ايه؟ راس ركزوا والابليفت مايل ابليفت على ايه؟ مايل جهه فوق. فكل اللي انا اعمله او محلل الوزن واخد المركبه دي مع دي خلص. يبقى القصه اللي انا عايز اعرف في الزاويه واحلل الوزن. ممكن نعمل مساله عاديه خالص قص على كده افكار كتير. انما لو فهمنا الجمله اللي قلت لحضراتكم عليها اي مساله قبلك الانبوبه مايله طرفين اربع اطراف خمس اطراف ثبت المبدا اللي انت شغال بيه هتحل اي مساله ماشي؟ مش هنخوض في كتير لان في افكار كتير قص عليها 100 فكره زي الكابينه. طيب تعال بقى ناخدك للمنطقه اللي انا قلت عليها من شويه. تطبيق الكلام ده في الواقع هيفرق معايا ايه كمهندس مدني؟ انا مش شغال مع راسي عشان اقعد اعمل مجموعة كلاجين لمالي الراسات بس ده ممكن ما يقول لي لا فكره في الامتحان مفيش مشكله. انما انا كبراكتيكال امبلمنتيشن اعمل ايه في الموقع؟ الافكار دي بتيجي ازاي؟ برضه الناس اللي نايمه وصحت مننا فعلا خلاص خلصت. لو عندي كده يا شباب ده سطح الارض هقول لك بقى مشروع بيتعمل والمشكله دي بتتقابلك ازاي وتتجنبها وتتفادى حدوثها ازاي؟ ممكن هم جايين عاملين حفر سيل مثلا على عمق 4 متر في موقع تمام؟ والموقع ده سي مثلا لغايه هنا كليه مثلا وحفرت في تربه عندي هنا تربه سيل سمكها وليكن 5 متر والتربه الرمليه وهنا مكسوب الميه والتربه الرمليه تحتها كليه انا اسس على طبقه رمليه. يبقى حضرتك قال لي ان احنا قلنا لازم تعمل شد على قوه ساند كونديشن الصلاله دي. طيب عشان نعمل شد على الصلاله دي لازم افهم طبقات التربه. اه انا نزلت بالحفر في المنشا بتاعي مضبوط او اول عمق مثلا اربعه.
اللي تحت طبقة سان. أول حاجة طبقة سان دي مضغوطة ولا لا؟ شوف الطبقة اللي تحت قربة طنية. لو عملوا اختبار بسميتر هنا لو الهيد طالع مثلا لفوق الأرض بأربعة متر. يبقى الهيد عندي مثلا 4 و4 8 و5 يبقى الهيدش هنا ب 13 متر. ده الهيد. يبقى طبقة ضمنية مضغوطة بهيد بالتحت ب 13 متر ضغط كويس. طب هل ده يحصل لها فول سامبل كونديشن ولا لا؟ لازم تعمل تشيك. طب انا الدرس قال لي انبوبة مية منبوبة فيها عينة متوصلة، ايه علاقة الكلام ده بده؟ هي نفس الظاهرة نرجع لها للواقع. ما دي طبقة السويل اهي اللي موجودة هنا موجودة هنا، والمية على وشها مية على وشها. معرضة لضغط بس بدل انبوبة معرضة لضغط من تحت تلتو ايه؟ 13. يبقى اصبح الاتش عندي 13 وصلت الطبقة الخامسة اللي هي ال. اقدر اعمل شكل الصلاه كل سنه ولا اي؟ ما احنا هنحسب الاي بتاعتها اتش على ال واحسب نقص الفيرش على جنبه سي مثلا الجبس هيدروليك اللي انا حضرتك ب 1.8 طن على المتر مكعب. ده الجبس هيدروليك. يبقى عشان نعرف هيحصل لها ابليفت ولا لا او هيحصل لها سوبر بول سامبل كونديشن ولا لا، هيحصل لها فورا ولا لا، يبقى اللي هيحصل حضرتك ما تيجي سهله خالص نحسب الاف ونحسب ايه؟ الدم. الاف بتساوي اتش في الاريا في الجامعة اوبر. خد الاريا بالوحده بالواحد سيبك منها. يبقى الاتش اللي هي 13 في الجامعة اوبر بكام؟ واحد. يبقى الواحد طن على ايه؟ طن بس 13 اسف 13 طن على ايه؟ متر مربع. طن بس ولا على متر مربع؟ لا احنا طيرنا المسافه. احنا طيرنا المسافه هي طن بس. واحد قال لك طن بس. انا واخد الاريا بالوحده مش دقيقه. واحد طن. احنا مشينا الاريا باين. ماشي الاريا المتر مربع. يبقى هنا عندي جبنا الجزء ده عباره عن طن على المتر. ده قوة ده سوري فكروا في دي شوية. طن في المتر. طن بس والله. طن بس؟ طن بس والله. شكلك عيب. دي فورس. طن بس. طن بس. على المتر. انا قلت طن بس من الاول. طن على المتر مربع. طن على المتر مكعب. طن بس. ارفع طن بس. طن بس. طن بس. الاتش والايه هتضيع مع الـ مع المتكعبين تحت. الفورس اللي جاي من تحت على الاريا دي قلت طن من الاول ومحدش صدقني. ماشي؟ شكلك طيب الوزن اللي جاي من فوق لتحت عباره عن ايه؟ الوزن اللي بره ما بتطلعش. اقفل جنبك. اقفل جنبك. بعد الخبر بيتكلم. يا باشمهندس اقفل باقي. يبقى الويت حضرتك جاما سبمرجن في ايه؟ في البلد اللي في الاريا. اتش ولا اتش ولا الاريا رقم اللي هي بقى الارتفاع اللي هو ال. سيب ال الاريا. يبقى ال عندك كام؟ 5. وجاما سبمرجن عندك كام؟ 8/10. اه 8. اه يبقى ريات صغيره ولا مش 5؟ يبقى 5/10 ب 4 طبعا. يبقى في وزن عند 4 طن في فوق الوزن هتحصل الظاهرة وفي فرص من تحت لفوق قيمتها أعلى يبقى هتحصل ولا لا؟ هتحصل خلاص؟ يبقى يا إما بنحسبها بدي بالطريقة دي أو نحسبها بإتش على إم ونقارنها بإيه؟ جاما سبمرجن على جاما ووتر. يعني جاما سبمرجن 8/10 على 1 يعني 8/10 إتش على إم ب 13 على 5 مثلا قول كام؟ 2 وفاكر 2.6/10. يبقى 2.6/10 اكبر من 8/10 يبقى هتحصل ولا لا؟ هتحصل. يا اما نحسبها بالفرصة او نحسبها بالحدود اي كده. طيب قبل ما ندخل للحل يعني ايه هتحصل ظاهرة الفوق سامبل؟ يعني حضرتك الطبقة دي هتلاقي يحصل فقاقع هنا ويحصل لها كيرف هنا. هتبدأ يحصل لها البوينت او الفوران اللي احنا بنقول عليها.
ما ينفعش اسس عليه تبقى مشكله. طيب انا كمهندس بقى بنشوف الشق الثاني من السؤال، ايه حلولك عشان تمنع الخرابي؟ قلنا عندك حاجتين بس هنا من شويه، يزود الوزن، يزود الوزن طبعا. قلل الزيت هنا استحاله، يعني كلمه قلل الزيت ده لا شغل هيفرقلي ان انا هنزل الطبقه الطوليه وافرغ الضغط اللي جواها وده موارد كتير مش هنقدر نعملها. فالحل التاني الاسهل اللي انت هتمشي فيه، طب ما تيجي نحط طبقه خرسانه عاديه هنا بفرق الوزن بالاثنين وبزياده فاكتور السيفت كمان 1/10. اعرف اجيب صوره طبقه الخرسانه؟ ايوه هعمل التزامن. الفرق اللي فوق في الزواج بتاعها ماشي، او عندي كثافه الخرسانه اقدر اطلع صوره الخرسانه العاديه وصلت ولا لا؟ واحد تاني طب ما تيجي نعمل طبقه احلال، مفيش مشكله عندك كثافتها وعندك سكان. واحد تاني يقول ده انا عايز اعمل خرسانه وسلاح اللي انت عايزه. حسب ما القراءه لك، اهم حاجه توفر وتطلع الحل ده. ده موضوع الكوست بوزيشن هنقفله بقى خلاص، ويقص على كده افكار كتير زي ما قلنا عشان نقدر نوصل ل حلول المشاكل في المواقع. اتفضل. اتش ايه؟ 9 هي زي ده فوق الارض ب4 وعندك هنا العمق 4 وعندك سقف الطبقه 5 مجموع 13 ايه؟ الاتش اللي بتاثر على الطبقه هو محط البسوميتر عند اول الطبقه من تحت ارم عاش ميه لغايه ما طلعت فوق الارض ب4. طب استني بقى يا باشمهندس، هو عندك لابسه ده فين سؤال؟ اتفضل اشرح لك احنا عملنا ايه؟ يعني انت لقيت بعد كده بتاعتك الجدليه. المفروض خلص كده قبل المفروض بعد اذنك. طب ما تيجي نروح نسال درس في الشرطه بتاعته انت ليه خدت جابا سبمنشن؟ يعني سمينكو عايز ياخد لنا جابا سبمنشن. اشمعنى هو خد سبمنشن؟ عشان فرق الهيد. عشان فرق الهيد بتاع الميه. لا خدها ليه؟ ليه ما خدش سبمنشن هنا؟ هي التربه عشان الميه اللي جوه التربه نفسها تعمل قبل الفتره بتاعت الباص. الميه دخلت لغايه ما وصلت هنا. احسن لو تطلع من تحت غير جرس التريدي يا باشمهندس الناصح اللي بيشرح حزبين خليك معايا. الميه دخلت التربه عشان تبدا تطلع من الاتحاد الكريتيكال. يعني بدرس عن الكريتيكال. اول ما بدرس عن الكريتيكال معنى التربه كلها بقت مغموره. ده اساس النظريه. اما لو هي لسه ساتوريتد او دراج فلسه بدري على الظاهره بتدرسها. وصل ده السؤال ده كان الفتره اللي فاتت مش النهارده. يا رب الجسم ده كله فاهم. زميلكم مثلا هو انا قست المفروض كان بيقول 9 4 و5 او عايز ب 4 اي كمان عايز من 9 الحبل اللي انا بدرسه اقفل الباب يا باشمهندس. طب اقفل الباب تعالى هنا حضرتك. الهيد اللي بيأثر على الطبقة اللي بيسأل السؤال ده بيأثر من تحت هنا ماشي؟ ما تقارنش ده بالنظرية نفسها اللي بتاخد الفرق اللي فوق. لا ده لو بقارن الهيد اللي عندي اللي بيشتغل عليه الطبقة ده بقى هو اقترن ايه؟ لما بدأ يحط البسوميتر هنا ده الهيد كل ده موجود بيأثر على الطبقة نفسها ماشي؟ ده اللي بيفرق معاه ده التوتال بيت اللي عندي اللي بشتغل معاه في المسألة. ماشي يا جماعة؟ طيب نيجي بقى الجزئية مهمة جدا. هو برضه احنا شرحنا ده يا جماعة غاية في الأهمية. الامتحانات النقط اللي حضرتك محتاج تفهمها لأن هو ده اللي بسميه تبرير أو تصليح للمفاهيم اللي درسناها قبل كده. بعد ما خدنا الفويس هاند كونديشن وخدنا الكابيلر رايت وخدنا التاثير دي سواء كانت الفرق من التاثيرين الابليفت بيعمل ايه والكابيلر بيعمل ايه فرق جامد تلف تماما ده بيأثر على النشر بطريقه معينه بيأثر بطريقه معينه كده خالص. طيب خلال المحاضرات اللي فاتت احنا اتكلمنا على عامل مهم جدا هو اللي بيحكم حركه الميه داخل التربه الا وهو كونتابتمتر او بيرميابيلتي.
او معامل النفاذيه بالعربي او معامل التوصيليه الكهربائيه. يعني هي لا اكثر توصيليه هيدروليكيه لا اكثر من مسمى يبقى البرميابيليتي او الكوندكتيفيتي. تمام. ويفضل الوقت ان تسمى الكوندكتيفيتي ده التسميه العلميه لنشر الوقت. ايه المعامل اللي احنا بنتكلم عليه ده؟ واحد يقول لك الميه سريعه داخل فقاط الارض، حد تاني يقول لك الميه بطيئه حركتها. اللي بيفرق بين دي وبين دي يعني حركه الميه في التربه الرمليه وحركه الميه في التربه الطبيعيه، مين اسرع؟ التربه الرمليه. ده شيء منطقي. طيب عشان نفس الكلام ده يبقى في معامل بيأثر في حركه الميه في التربه الرمليه وبيأثر في حركه الميه في التربه الطبيعيه. المعامل ده اسمه معامل النفاذيه اللي احنا بنتكلم عليه او الجابيليتي او الكوندكتيفيتي اللي بنديله رمز ايه؟ ان اول واحد يتعامل مع المعامل ده وطلعه زي ما قلنا قبل كده هو العالم مين؟ دارسي. وطلع علاقه بين السرعه وبين الار لهيدروجين ريتر. ورجع عشان ثابت العلاقه الطرديه دي يبقى السرعه بتساوي ماس كي في ار، والكي ده هو اللي اتغير الناس اللي احنا هنبدا ندرسه دلوقتي. يبقى الجزء اللي عرفته في الشابتر ده ازاي اقدر احسب الفورمه برميابيليتي كي. تمام. اللي هي برميابيليتي كوفيشن. اقدر اطلع الفورمه دي ازاي؟ هنطلعها بثلاث طرق مختلفه، ثيوريتيكالي اللي هي الطريقه النظريه، وبراكتيكالي اللاب وطلعها في المعمل، وبعد كده هتيجي الجزء ده ازاي اقدر احسب كي في المرض. يبقى احسب كي بطرق نظريه وارجع احسبها في المعمل وارجع احسبها في الموقع بثلاث طرق مختلفه. طيب الاساس في المعادله عندي هي الكي بتساوي الناقص كي في اي، وقلنا الله يسعدنا عشان عكس الاتجاه وهنسيب الموضوع ده شويه. طيب كي بتعتمد على ايه؟ قال لك كي بتعتمد على عده نقاط مهمه جدا، اولها الفايبريشن. يبقى كي معامل كي ده يبقى كي معامل نفاذيه بيعتمد على الفولد ريشيو اللي هي الاي. والفولد ريشيو طبعا احنا عارفينها بتختلف من نوع تربه للتانيه حسب الفراغات اللي موجوده. عندي بعد كده شيب اند سايز اوف سويل بارتكل. شيب اند سايز برضه كي بتعتمد على شكل الحبيبات وحجمها او قطرها. يبقى شكل الحبيبات وحجمها وقطرها برضه كي بتعتمد على المعامل ده. اخر حاجه مهمه جدا جدا الاورينتيشن، شكل الحبيبة نفسها في السول، هل هي واقفة؟ هل هي منين؟ هل هي مخطية؟ برضه ده بيحدد الكيس. لو ترجع معايا قمة الجزئية دي الكروتوزيتي كوفيشن معامل الاعوجاج اللي قلنا عليه اللي هو التي، لأن المسار بين التربة بيختلف من السول للتاني حسب تركيب أو كومبوزيشن بتاع الحبيبات نفسها. الباشمهندسين التلاتة دول هم عرفوا الفورمات. أيوه. أيوه ده الفورمات الطبقة. يبقى عندي الكي اللي بحسبه بيعتمد على ثلاث اجزاء دول وحسب نوع التربه. يعني هنشرح شويه حاجات مهمه بالنسبه للكي لان ده هيتوقف عليه شرح المراحل الجايه، لان في موضوعين مهمين جدا اتكلمنا عليهم في اول محاضره هي الون دايمنشن فلو والتو دايمنشن فلو، كلهم بيعتمدوا على عده التجارب. معظم التجارب اللي هقولها دي تقريبا سمعت عنها في موضوعات اخرى في الكتاب. طيب بالنسبه للسرعه عايز دلوقتي اجيب الكي بمعادلات نظريه اللي هي ثيوريتيكال بوينت فيو اللي هو الوجهه النظر النظريه. اول معادله عندي اثنين علماء مهمين ركز في اسمهم هاجر وبوزيلي وكويشن، لان ده برضه هيستمر معايا اثنين علماء وعملوا شغل كتير في الجزء اللي احنا شرحناه. اول معادله في بتساوي ضم فلويد في الار ار سكوير على 8 نيوتن. وعارفين الار المعادله اللي بتساوي هدول جريديان والضغط هي سبيسيفيك ويت، والار هي هيدروك ريديوس واتكلمنا عليها نصف التربه المبدل من التربه لهيدروك ريديوس، والنيوك ماكسوسيتي. يبقى عندي المعادله دي بسهوله اقدر اطلع منها السرعه للتربه. ماشي. حيث ار عندك بيساوي فوليوم اوف سوليد بوينت على سيرفيس اريا اوف سوليد، يبقى هتجمع المساحه بتاع الجزء المبدل للتربه. والار خدناه في الاوبن تشانل لو فاكرين. ماشي. الاوبن تشانل لو عندك قناه يبقى انا المساحه على المحيط 10 مليون، ده هنا المحيط اللي حجم على المساحه، يبقى اليونت بتاع الار بالمتر. يبقى احنا جبنا قيمه الار عندي، ارجع اعوض فيه المعادله اللي بعدها اللي هي رقم 3.18، الاقي السرعه بتساوي ماينس، طبعا عارفين السرعه ماينس دي معروفه عشان السرعه بتمشي من الهيد الاعلى للهيد الاقل، فهي عكس الاتجاه الهيد. يبقى جاما عندك جاما فلويد نفس اللي فات بس هبقى حاطينها السي، الجاما فلويد في الار اتش سي
سكوير الانتنت سكوير ماشي مقسوم على سي اس في ميو تمام. والميو دي كوفيشن اوف دايناميك فيسكوسيتي اللي اتكلمنا عليه معامل لزوجة دايناميكية ماشي. طيب نفس القانون ده ممكن اقدر اعدل فيه حيث عندي سي اس اللي هو عباره عن شيب فاكتور معامل تشكل الحبيبات شيب فاكتور. كل الموضوع ده يا جماعه عشان اقدر اوصل يعني معدل 319 هي معاكم في الكتاب بس هنا فيها خطا في الام احنا نركز على معدل 320 اللي هي دي المعادله النظريه اللي اقدر اطلع منها كيك. عايز كيك بطريقه نظريه بحسابات دول طبعا يبقى المعادله اللي بتاعت حضراتكم دي اللي هي بتساوي 1 على سي اس عرفنا سي اس اس سكوير في التي التربيع وعلى مضروبه في جاما فيلد على ميو وده مضروبه في ايتا كينتا على 1 زائد اي. الايه معروفه اللي هي عباره عن اوردريشن. اللي يهمني في المعادله دي يا جماعه اللي لازم تعرفوه اللي هي السي اس معامل التشكل اللي قلناه تقريبا بناخد 2.5 ماشي. وعندك التي اللي موجوده في المعادله اللي هي كوبتوزيت كوفيشن باخدها جذر 2 دي القيم المتبركه عشان اشتغل بيها خلاص. لو مجرد ما عرفنا الداتا دي والمعادله دي اوريدي موجوده معانا في الكتاب عشان نفسها نركز يبقى دي المعادله النظريه اللي بحسب منها الكيب بدون تجارب سواء في المعمل او في الموقع ماشي. مش هنقف عند كده المعادله دي هنيجي بعد كده ازاي اقدر احسب الكيب في المعمل. يبقى عندك كتير انا هحسبها في الموقع نحسب الكيب في المعمل. طيب الكيب في المعمل هنكتب فيها اربع طرق مختلفين وهي عباره عن عده تجارب هنعملها تجربه مع بعض دلوقتي نظريا تجربه بسيطه جدا عشان اقدر اشتغل واحسب الكيل اللي موجوده عندي في عينه واخد العينه موجوده في المعمل واجهز التجربه دي اوريدي موجوده عندنا في المعمل. اول تجربه اسمها بارس هيد برميوميتر تجربه الضغط الثابت بارس هيد تجربه الضغط الثابت. التجربه دي ببساطة هنبص على شكل التجربة زي ما قلت حضراتكم دي هنبسطها كالخطوات قبل ما تشوفها. لو عندي إناء كده يا جماعة وفي مية وحطينا المية دي في الإناء لغاية نهاية الإناء والناحية التانية تبقى أعلى كده وجبنا أنبوبة لها قطر وليكن 5 سم 6 سم 10 سم انبوبه زجاجيه مدرجه والانبوبه دي حطيناها تحت طبقه غير منفسه وحطينا فيها العينه بالداخل وفوق طبقه غير منفسه برميابل بورس بليت طبقه من تحت بس بتسمح بمرور الميه وما بتسمحش بمرور حبيبات الطوب اسمه حجر مسامي موجود الفراغات اللي فيها دول تحرك الميه فقط لا. يبقى انا حطيت الحجر المسامي هنا اللي بيسمح بمرور الميه والعينه فوقه وحطينا هنا الحجر المسامي فوق وثبتنا الانبوبه الرئيسيه دي داخل الاناء بطريقه ما. وجينا حضراتكم جبنا مصدر ميه بدأنا نزود ميه هنا من فوق. طبعا الميه اللي انا هزودها من فوق هتمشي خلال الحجر وتمشي خلال السايل لغايه ما تطلع من الناحيه الثانيه وهتزيد هنا هتحصلها ايه؟ هتبدا تخرج بره الاناء. اهو جايب لها كوليكتور تاني خزان تجميع الميه في جوار الاناء الاصلي عشان الميه الزياد اللي جايه من خلال العينه من خلال الطبقتين المنفذتين هتبقى زياده عن الاناء نفسه هتمطر على بره. يبقى انا كده ضمان ان الميه اللي هتتجمع لحضراتكم هنا جايه من مين؟ من هنا. خلاص؟ دي خطوات التجربه. ركزوا معايا عشان مش هنعيدها تاني. يبقى حضرتك التجربه عندك حضرتك الميه طلعت واتجمعت هنا يبقى انا قدرت اجمع الميه هنا وليكن لها فوليوم معين وده الاناء الخارجي ده هيبقى مضاف فحمال حاجه جمعنا الميه عن طريق فوليوم معين. امتى ابدا التجربه لغايه دلوقتي ما بداتش التجربه؟ ابدا التجربه امتى؟ لغايه ماده بايد
كانت الحساسه هنا ابدا اسقط منسوب الميه فوق ده اثبته ازاي؟ ما انا لما افتح الصنبور كتير الميه تطلع على بره هنا هدايا شويه يبقى الميه تنزل يبقى المنسوب ده اللي فوق ده علينا هيعلى ويقل يعلى ويقل حاول تضربها معانا او ظبط انا لغايه ما قدرت اسيطر على النفاذيه اللي جوه وصلت لفتحه معينه يبقى اللي بيطلع والمنسوب ده ثابت يدخل ويطلع بره في الاناء اللي مجمع فيه الميه. يبقى اهم نقطه في التجربه هي حساسيتك ان انت البامب ده تتحكم فيه بحيث تثبت ده. اثبت تاني لان ما يهمني خلال التجربه ان الاتش ده يكون ثابت. لذلك سميناه بامب الضغط الثابت. يبقى شرط اساسي في التجربه دي ان انا اثبت فرق الهيد بين الاب ستريم والداون ستريم، اثبت فرق الهيد بين منسوب الميه اللي فوق ومنسوب الميه اللي في الاناء نفسه، اثبته ازاي؟ حسب حساسيه ايدك ايه اللي نبدا نتحكم فيها نزود نقلل نزود نقلل لغايه ما تحصل تعايرها وتبقى ظبطت معاك تبدا تقوم قايس هيد الاتش يبقى ده اول اتش عندنا. يبقى اول رقم برضه في التجربه اتش ان انا ثبته. ايه اللي انا محتاجه تاني؟ محتاج احسب بعد ما ثبته احسب حجم معين اتجمع في زمن معين. الحجم معين في زمن معين هيديني ايه؟ كيو ديستشارج صح؟ لو وصلنا الحجم على ده هيديني ايه؟ ديستشارج فوليوم مش بس تمام؟ والكيو بتساوي ايه؟ اي في في اي في في ايه في في سرعه في مساحه دي على دي على دي طب قول بيساوي ايه تاني كيو ايه في في ايه في في المساحه في السرعه مساحه المقطع في سرعه الميه ده المفتاح ده الكبر ايه في عايزين نحسب السرعه اصلا من الاول عايز احسب كيو بتساوي ايه في في يبقى اصبح حضرتك الفي خد بالك دي في مختلف عن دي في يعني اللي تحت الحجم اللي فوق السرعه ده الحجم وده السرعه يبقى ال في السرعه بتساوي كيو على الاي صح يا جماعه؟ وال في بتاعت السرعه في نفس الوقت بتساوي ايه من دار سي؟ ايه؟ في الار سكرت ناقص كيلومتر مش هتتساب في الار صح؟ والاي بتساوي ايه؟ اتش على ايه؟ على ال حيث ال هي طول العينه يبقى اصبح حضرتك ان كيو على ال بتساوي كي في ال على ال اتش سوري اتش على ال على ال تمام يبقى كي هنا بتساوي ايه؟ كيو في ال على ال طب هو ايه الهيد اللي هنا ده؟ اللي فوق. وصلت يا جماعه؟ قانون بسيط جدا واثباته اسهل ما يكون والقانون بتاع حضرتك. ايه؟ يبقى الكير بيتساوي لا انا عرفتها اصلا. ال على الاتش في الايه؟ الاتش اللي هو اللي فوق. الكيو احنا عارفينها في ايه؟ ممكن اجيبها على طرفين الكيو. الفي على تي. يا اما الفي على تي حجم الميه اللي انت جمعته على الزمن اللي جمعت فيه. مفيش طريقه ثانيه. ممكن اجيب لك الكيو بتاع الصنبور ده بعد ثبات الاتش. مش هي اللي يبقى انا عارف كيو. حلوه دي. ممكن تبقى شكل مساله. يعني يقول لك تجمع حجم كذا في زمن كذا او اقول لك الشاشه بتاع الصنبور ده مثلا كذا. ما كانش في بالي خالص بتاع الصنبور ده. اعمل ايه؟ اعمل اقدر بسهوله اطلع الكي معامل نفاذات. يبقى اول تجربه عندي قدرت اعملها اللي اسمها كام سنت هيد او تجربه الضغط الثابت اقدر اطلع منها في تربه وتسفل هنا. لا هو ده تجربه دي تطورت تنفع للتربه النفاذيه بتاعتها قليله ولا عاليه؟ هو السؤال ده قبل ما تتصرف تخيل ان انت عامل تجربتين واحده في الطين واحده في الرمل عايز تفك طب انت عمال تسال اللي وراه يعني ده منطق اللي انت بتعمله؟ اتفضل يلا خالص يلا خالص يعني في قناعه عن بعض الناس وعي عايز تسالني اتفضل
فلما يجي عدى بروتين على طول في نفس الوقت، واحدة فيها تربة رصية وواحدة فيها تربة طبية. لسه قايل كده حاجة. تربة رصية وتربة طبية. الأسرع في تنفيذ التجربة من وصول المية للفرن بتاعها. الرملية. الرملية. يبقى دي تصلح للتربة اللي النفاذية بتاعتها عالية. زي التربة الرملية الطمية رمل طين وهكذا. انما تربه طينيه يبقى قابل لي بقى احط الميه من فوق اهو جاب 4 سنين لغايه ما تبقى تنزل لك فوق. ماشي؟ طيب كده يبقى مش عايزين نساعد التربه الطينيه امال اعمل ايه؟ اه دي بقى التجربه اللي بعد كده اسمها الفولنج هيد او فاريبل هيد معموله خصيصا عشان التربه الطينيه. نسمع كده مع بعض التجربه دي. طب طب اللي بيسال يرفع ايده جوه طبعا عشان زمان ايه الايه بتاعه مقطع العينه ده بتاعه مقطع البندوره تمام اللي هنا اللي هي بتاعه مقطع العينه اللي هي في نفس الوقت بتاعه مقطع البندوره يبقى تجربه الفولنج هنا بتفهمها مع بعض زي ما فهمنا اللي نشوف الخطوات بتاعتها يعني ده شكل التجربه في النهايه بس هنمشيها كده بتركيبه واحده واحده نفهمها مع بعض بحب النظره قوي ما شاء الله ده نظرة فيهم حوالي ساعتين حلوة. في ايد برضه التان الوتر تانك ده احنا بنحطه زي ما هو وهو موجود. واجيب نفس العينة اللي كنا جايبينها من شوية نفس الأنبوبة وهنا المية موجودة اهي. وحطينا الأنبوبة وعندي هنا الطبقة المنفذة البورس بليت وهنا العينة موجودة عندي. بس جيب ركزوا في الجانب قمت قافل من فوق بطبقه غير منفذه باينه من الرسم قفلت العينه من فوق بطبقه غير منفذه بيبقى بليت بريفيس بليت او بيبقى حجر كده او جزء معدن يمنع حركه الميه تماما ما عدا جزء صغير خالص كده متقفل فيه الانبوبه اللي فوق ما ده في البلان يا جماعه اهو في فتحه كده بقطر الانبوبه رفيعه ماشي الحال؟ طيب. ادي هنا الانبوبه الكبيره مثلا قطرها 4 سم 5 سم 10 سم قطر. الرفيعه دي بتبقى تقريبا اقل من السم. ممكن تبقى 100 2 متر 3 متر الانبوبه الرفيعه. هنا تربه النفاذيه بتاعتها قليله جدا جدا يكاد يكون طين. بعمل ايه؟ احط ميه في الانبوبه دي واقيس الارتفاع الاولاني وليكن اتش 1 عند ضيقة مع ضيقة 1 بتساوي 0 وابص الميه في الانبوبه الرفيعه على ايه حتى تنزل لغايه ما تنزل الارتفاع واخد الارتفاع من هنا اهو نعيس في الوش الميه ده الضيقة بتاع وش الميه لغايه ما توصل ل اتش 2 لغايه ما توصل لاتش 2 في زمن استغربته وليكن تي في زمن استغربته تي بدل التي 1 اللي هو بصفر لغايه تي 2 يبقى تي هنا هي تي 2 طبعا بدل تي 1 بصفر وعندي داتا طبعا هيبدا يظهر ميه طبعا بسيب الميه بفضل اضيف ميه لغايه ما تبدا تطلع لي من هنا ما اشتغلش والعينه عندي لسه ما خرجش من الطلبه خرجش منها ميه خلاص بقى اقعد استنى لغايه ما تبدا تتحرك هنا ابدا ازود ميه تنزل الارتفاع معايا انا عامل ايه انبوبه دقيقه ليه؟ عشان الاحظ حركه الميه طبعا لو هو واسعه زي بتاع لو قعدت انت ميه مش هتطلع غلط يبقى عندي اتش 1 عندي اتش 2 عندي مساحه مقطع الانبوبه الصغيره وليكن اسمه وعندي مساحه مقطع الانبوبه الكبيره وليكن ايه كابتن قلنا انا عايز اسم اسم كده. مش حد ياخد عدد عندي اسمه وعندي ايه كده؟ تمام؟ وعندي طول العينه حضراتكم وليكن سميناها ايه؟ ده ثابت من التجربه اللي فاتت. يبقى عندي عينه موجوده طولها ايه؟ ومساحه مقطعها ايه؟ اللي هي مساحه مقطع انبوبه كبيره وعندي انبوبه رفيعه مساحه مقطعها اسمه ماشي؟ وبدات احط الميه احطها عند ليفل معين وقست ليفل ده اتش واحد طبعا دي بدرجه ومن درجه. ولاحظت حركة المية لغاية ما معايا ستوب ووتش لغاية ما وصلت لعمق معين وسميته اتش 2 وحسبت الزمن اللي نزلت فيه.
ليه اجراء التجربه. تعال نشوف مع بعض المعادله. طبعا المعادله لها اسباب يعني مش هنتكلم فيه، بس هنقول كده بسرعه ان عندي لو خدت شريحه طبعا في تغير في الزمن الوقت، في تغير في الاتش، تغير في الزمن. هي لو خدنا عندي بعد الكيو اللي هو الديسجرشن الموجود عباره عن ايه؟ مساحه المطه على قوه صغيره. عشان تقدر تعكس بالهيت لازم تتقاس بالمرسوم ماي ماشي، وعشان تقدر تراعي الكلام ده لازم تقدر تلاحظ ان هي تخطط من العين. فحضرنا بقى من غير تقطع ونعرف حركه الميه ازاي، ما عندناش عنده جزء ثابت عشان اضمن ان الميه ندت العينه كلها وبدات تخرج من بره ماشي. يبقى دي الضمان بتاع السؤال مهم. يبقى لو خدنا جزء رفيع يا جماعه هنعمله انترميتال ماشي وانتجريشن، جزء صغير نعمله تكامل. يبقى الثانية عبارة عن الايه؟ الكيو بتساوي الايه؟ في السرعة. والسرعة عندي هي المسافة على زمن، يبقى دي اتش على الدي. عشان تفهم الكلام ده؟ يبقى السرعة دي اتش على الدي تي. خدنا انكريمنتال صغير وعايز اعمله انتجريشن عشان اعرف الحركة. يبقى كيو تحت في نفس الوقت بتساوي ايه في الدي؟ وايه؟ اللي هي مساحة المقطع المنظومة كبيرة. والكيو الكي دي عارفينها هي ايه في الار بتاعت الفي، شلنا الار وحطينا اتش على ايه وجينا يبقى اسرع. هسوي الاثنين ببعض، هشغل معدل 3 23 و 24 صنعوا ببعض، وهجيب الدي اتش على الدي تي هجيبها على الشمال لوحدها. يبقى الدي اتش على الدي تي بتساوي ناقص اتش في الاي في الدي على الدي في الاي ماشي. كل ده استنتاج من المعادله الاولى. كيو احنا لسه عاملينها في اللي فات، قلنا كيو لها حالتين، حاله ان انت الاف دي وحاله تجيبها عن طريق تجمع الميه في الزمن. فهنيجي الدي اتش على الدي تي، دي اتش على الدي تي بتساوي اتش في الاي في الدي مقسوم على الاي في الاي، حيث البارامتر ده احنا عارفينها، عارفين الاي كابتن مساحه مقطع العقوبه كبيره، اسمه مساحه مقطع العقوبه صغيره اللي طول العين. الكي ده البرميابيلتي اللي بدور عليه، اتش هو الهيد اللي بيشرب فيه الميه تمام. طيب ما تيجي نكمل الكلام ده، هنعمل له انتجريشن تمام، ونجيب الدي اتش عند هنا في طرف الدي تي والدي اتش في طرف، واكمل الدي تي زمن من زيرو لتي او من واحد لتي اتنين، بس انا فرضت الزمن في واحد. ركزوا فيه عشان هتفرق معانا في المعادله من اول معادله عندي هنا 26. يبقى كملنا الدي تي وجبنا الدي اتش من الطرف الثاني، كمل الدي تي من 0 تي بيساوي ناقص تكامل من الهيد من اتش 1 ل اتش 2 في الاي في الاي، الاي والاي ده كونستنت سواء الاي والاي ده كونستنت سواء مقسوم على اتش دي اتش. يبقى الجزء اللي هيتكامل عندي هو ايه؟ الاتش 1 على اتش دي اتش تكامل 1 على اتش دي اتش اللي هو ايه؟ ليميت اتش. يبقى تدخل المعادله اللي بعدها حضرتك 27، يبقى تي بتساوي تكامل دي تي بتي، يبقى تي بتساوي ايه سمول في ال على ايه كابتن في ال لين اتش 1 على اتش 2 خلاص، لان انا معوض اتش 1 على اتش 2 هوصل المعادله اللي هي 28 صار المعادله اللي قبليها. يبقى التي بتساوي ايه ال مقسوم على ايه دي 2 كل ده مضروب في الليل اتش 1 على اتش 2 ليل اتش 1 على اتش 2. هي جابت ليل اتش 2 على اتش 1 بس انا كان عندي ضرب سالب، الناس الشاطره بتاع الرياضه، فانا قلت ضرب في سالب قمت قالب حدود التكامل عشان الواحد يستني يلحق في المعادله 26 في سالب فوق راحت فين؟ الناس الشاطره بتوع الرياضه حدود التكامل عندي من اتش 1 اتش 2 فقمت قالبها بقت من اتش 2 لاتش 1 فاصبح طلعت عندي اتش 1 على اتش 2. لو ما كنتش ضربت السالب هتبقى لين اتش 2 على اتش 1، فهي السالب اتشال عشان انت عارف كميه التكامل. دي برضه فكره عشان تبقى بالك، انت المحاضره اللي جايين خمس محاضرات اللي جايين محتاجين ناس ناصحه وشاطره في الرياضه. ما رضيتش اقولها في اول محاضره قلنا نسيبهم حاجه، بس اكيد انتوا عارفينها. المحاضره الجايه كانت خمس محاضرات.
واسع بقى التكامل والخاطر على شويه حاجات كده، انت عارف ان انت بتقول لغايه ايه بيشرح التكامل. حد سكوت هيقول لك هو تكامل واحد على اكس بكام؟ انا مرايا كده لا مش صغيره كده كده لا مش صغيره كده لا مش صغيره. التكاملات المشهوره دي لو حطيتها في صفحه في الكتاب مش اسعى منها ماشي، فهي بتبقى تكاملات بسيطه يعني مفروض. طيب خلينا هنا بقى ما فكرش في الجد بس في السلف. يبقى دي اول حته تكاملات سهله الناس كلها عارفاها. يعني انا متاكد ان انتوا كنتوا هتعرفوا السالب دي بس قلت هاكد عليكم لا حول ولا قوة إلا بالله. اسمعوا طيب ايه؟ ايه؟ التي؟ انت بتقول كي ولا تي؟ الكي؟ طلع كي بره ودخل التي. اسمعوا تي انا وزمانة بلو تي قصدي؟ خمسة خمسة؟ ستة؟ الاثنين اللي موجودة جنب التي هي سب سكريبت تحت معلش يعني. يعني لو كتبت بس المعادله اهي ك بتساوي ال A في ال L على ال K في T على ال F في ال L. بس انت مع ايه؟ من H واحد على ال H دي سبسكريبت هي T اتنين بشرط T واحد صفر. T واحد صفر من اقوال اللي فاهم التكامل هيفهم يعني دي دي بتاعتي. طب لو انا ركز معايا. طب لو انا ما بداتش انا عايز اديلك فرصه بس اشرح ايه الكلام ده. لو انا بدات التجربه من زمن في واحد بثانيتين. يبقى دلتا دي. ودي اثنين ب 10 ثواني. يبقى 8. اصبح اعوض هنا بدلتا دي فرق اللي بينهم. لان هنا خدتها في اثنين ليه؟ باعتبار واحد بصفر. يعني العامل اللي حط المعادله دي لو كنا نستخدمها ايام انا بعد كنت حطها في 2 اصل 1 بس هي عشان حدود التكامل فرض ان دي 1 في 0. فلو دي 1 انا هنا في المساله 1 قيمه يبقى المشكله انا عندك ان انا فاهم ان ده فاهم ان دي 2 هي دي 2 اصل 1 ماشي يا جماعه؟ ونرفع ايه الفرق؟ التجربه اللي فاتت فاتت ما تاخدش وقت كتير. هنا هتاخد وقت كتير عشان كده برفع الموهبه اللي فوق. رفيع جدا ساعتها بتبقى ميل. يعني دي 10 سم دي بتبقى ميل عشان احس بحركه بتاعتها. انما هنا عمرك ما هتحس بالحركه بتاعتها. فهمت يا جماعه المساله سهل والتكامل فاهم؟ طب هو اثبات المعادله ده فوق لو سهل في سهل. احنا هنسال فيها يا دكتور؟ هو حضرتك قلت مش هنتطرق ليه. هو صعب. صح انا ما صدقت خلصنا من الرياضه. خلصنا من الرياضه ايه يا مبارك ابيض؟ احنا لسه هو اللي بدا الرياضه مكمله معانا؟ ده الرياضه الشغل اللي جاي ده محتاج تعمل ريفريش من شويه رياضه وتخرج وتتعمل بتوع عدالة واولى وثانيه وهكذا. يا جماعه كده الدكتور انا صدقت انا مش جاي لك حاجه. انا اصلا في الفعل وصل الرابعه مع الرياضه ازاي؟ هو حصل يعني بقى شاطر جامد كده وهيعتمد ومتصور كمان. في واحد شهر رياضه مش هنقول عليه ده ممكن يبقى ناقصين من المسائل بس احاول يعني هنسافر عليه يعني اي نظم رياضه يجي هساعدك ان انا اصرح كده كده الدكتور هيرجع صح بس انتوا تساعدوني ان انت تحاول تسافر هي لو على قد التكاملات سنه واحد زي تربيه واحد على واحد هو اسيست مش فكره الكلام البسيطه دي الحاجات دي سهله يا بس في الاب بس في الحاجات دي بقى بس بتكمل ايه واحد مستفاد صاير اكس بيكمل ايه واحد ناقص اكس ناقص واحد على حاجات بسيطه خالص هتفهم اكس كامل ايه رجاله نيجي للتجربه الثالثه زي اكس حفظ انا عندي مذكرات التكامل بتاعت يعني ايوه قلت لي لا التجربه مش هعملها بالمره يعني مش هاخد التجربه كل ده عشان احنا عملنا مره رياضه اصلا احنا عندنا تكامل سنه اكس كل الكورس بتاعنا مبني على ايه؟ فاكر؟ يعني كي هي دوافع التكامل اللي عشان تتحكم في حركه الماده وقلنا تاني عدد وجود حركه ميه مفيش عندنا فرصه حركه الميه اللي لازم تكون عارف الكيه سالك مطورين الكيه ومطورينها ومطورينها وبندي لها حركتين على الاقل عشان اقدر ادرسها واقيمها بس طيب نشوف التجربه الثالثه عشان الوقت يا شباب. خش
خدنا فرصه انتهت وخدنا الفاريبل هيد، يعني دي ساعه اسمها الفولنج هيد. الفولنج هيد اللي هو الضغط الساقط فولنج، يعني بقى الليفل عند المنصوب معين وسيبه بقى تنزل يبقى فولنج. طيب هي يعني بيسموها فولنج هيد او فاريبل هيد، تبقى فاهمها كويس جدا. طيب تالت تجربه اسمها الكابيلاري تيست. اه احنا سمعنا الكابيلاري قبل كده فاكرين؟ بس ما سمعناش الظاهره او كابيلاري فينومنا. واحنا بنعمل الكابيلاري فينومنا اكتشفوا انه ممكن يقدر يطلع الجين من خلال التجربه. احنا خدنا تجربه الكابيلاري ماشي في التربه والحاجات اللي خدناها في الانبوبه اللي هي تنشر سيرفس كده، بس في تجربه للكابيلاري نقدر نعملها في المعمل ساعه، الا وهي انه طبعا ضربه بجيب انبوبه افقيه بالمنظر ده وفيها السمع، يعني دي انبوبه افقيه اللي كده وفيها الصالب عندي بالمنظر دي الانبوبه. العينه هتكون هقل، يعني بدل ما كانت راسيه في الجربتين فاتوا لا بتتوقع تتوقع افقيه، طولها هقل. وقمت رابطها بانبوبه اللي طالعه فوق فكر من الانبوبه من على الشمال، ربطناها بخزانين ميه تانك A و B. وفي خزان اعلى من الثاني، الخزان الاولاني على الشمال عالي واللي على اليمين اقل منه ارتفاع، ماشي؟ ارتفاع الميه في الخزان الاولاني اتش 1، ارتفاع الميه في الخزان الثاني اتش 2. ملاحظ ارتفاع متقاس من ايه؟ السنتر لاين بتاع العينه بتاع الفيو لغايه ناحيه الميه من فوق، مش من على وش الابوك، السنتر لاين. يبقى يعني الرقم بتاع حضرتك هو السنتر لاين بتاع العينه والانبوبه الافقيه. وجينا في الانبوبه نفسها اللي فيها العينه قمنا موصلين فيها انبوبه دقيقه ماشي عشان تقدر تقيس الكابيلا بتاع العينه، لان اول ما الميه تمشي جوه العينه فالميه بتطلع في الانبوبه الدقيقه. يبقى عندي خزان A وخزان B كل واحد في محدث. اول خطوه بقى نركز مع بعض، احنا عرفنا مكونات التجربه، العينه افقيه انبوبه كبيره ومحكمه النظر من الناحيتين، والاحكام ده زي الانبوبه دي بالظبط، يعني فيها اثنين بليت كده وطالع منه انبوبه هنا، فحاطين واحد في نهايه على اليمين وطالع منه الانبوبه الرفيعه، وواحد في النهايه على الشمال طالع منه الانبوبه الرفيعه الافقيه ومتوصل فيها خزانين الميه. كل ده ليه؟ عشان الانبوبه الافقيه لما يجي ميه من احد الخزانين تكون ماشيه في الانبوبه الافقيه مع الشمال، تدخل العينه تمشي خلال العينه لغايه ما تطلع بره من الانبوبه الرفيعه العينه. فهمنا الميكانيزم بتاع حركه الميه؟ طب نفهم التجربه مع بعض. اول خطوه في خطوات التجربه المحبسين مقفولين، خلاص مفيش ميه. الخطوه الثانيه نقفل المحبس بتاع التانك القصير ونفتح المحبس بتاع التانك العالي. يبقى المحبس بتاع التانك اللي على الشمال اتفتح. والمحبس بتاع المحبس فين؟ خد بالك المحبس مش على انبوبه الافقيه، هو بدايته مقصيه. فالميه تيجي من الخزان العالي اللي هو اتش 1 وهتبدا تمشي لغايه ما تدخل في الانبوبه اللي فيها العينه. صح؟ اللي جنبه اخ نايم ده بيقول خطه طوال. يبقى عند حضرتك ده الانبوبه هنا وده التاني، والميه بدات تدخل وانا متابع الميه، وده مسافه الرقم بتاعي بدا اقيس حركه الميه. يبقى الميه هتمشي تيجي من الخزان العالي، ما انا قافل الخزان الواطي، يعني ده الخزان الواطي اهو وقافله ده مقفول، بس ده مقفول الميه ماشيه 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 لغايه ما تدخل من الفتحه دي، ده طبعا غير منفذ للميه. وابدا اقيس حركه الميه اللي داخل العينه. انا اقيسها ازاي؟ انبوبه زجاجيه شفافه وانا شايف الميه، جزء مبلل من غير مبلل. وعندي الانبوبه الافقيه دي اللي فيها العينه مدرجه بالمليمتر. فانا بمسك طيب ستوب ووتش وعندي حركه الميه وشايفين المسافه اكس، بقيس المسافه اكس. مش 2 مللي في زمن 3 ثواني. طبعا في صفر وصفر في الاول، زمن صفر ومسافه افقيه صفر. بعدين مشى 5 مللي في زمن 4 ثواني، مثلا 7 مللي في زمن 10 ثواني وهكذا. خلاص افضل اقيس 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 لغايه فين؟ لغايه ما اوصل للسنتر او قبل السنتر بتاع العينه بشويه من الصعب واقوم قافل الخزان الاولاني. لغايه كده في مشكله يا جماعه؟
عن الجدول اهو حضراتكم. احنا طبعنا الجدول اهو ده المسافه اكس ماشي وده تايم بايس اكس في البوينت واطلع الزمن بتاعه ماشي وده بسميه الخزان تان 1 وهو قافل الخزان الاولاني وهو فتح التاني ايه اللي هيحصل معايا؟ هتفضل اربع بس ممكن بسرعه اقل من التاني حد عارف ليه؟ لان التاني الهيد بتاعه اعلى ولا اقل برافو عليك واهو جاي يا جماعه ده الخزان التاني من نفس الدايتم يعني المقاسات دي تراكميه بجمع واقيس الاكس والزمن بتاع المرحله الثانيه ماشي لغايه مسافه معينه طبعا عارف عارف منين هو المسافه المية كل شيء يبقى انا قست المسافات الافقيه وقست ازمنه وحسبت ازمنه لغايه ما الميه وصلت لحد معين وبدات اقيس عندك حلين يا اسم الضخم الاصلي يبقى اسم الضخم الجديد اللي الميه وقفت عنده وفتحت الغزال الثاني يبقى اسم مسافات جديده هي هي ماشي يا تقيس الضخم يبدا اجمع واقيس ده لوحده وده لوحده وصلت يعني عندي الحبوبه اهي يا شباب الميه فضلت مشت من الخزان الاولاني لغايه هنا وقفلت المحبس ده وقمت فاتح ده عندك حلين يا تبدا تقيس من هنا المسافات الجديده وتاخد الزمن الجديد يا تبدا تقيس من هنا المسافات وتاخد الزمن الكلي هي بس انا بفضل احسن ان ده ضيقهم الاول وده الثاني ده لوحده وده الثاني ده الاكس بتاعك والزمن بتاعك ده الاكس بتاعك والزمن ماشي يا جماعه قول سؤال اتفضل اخدها ازاي؟ سمعتني وانا بقول لك الانبوبه مدرجه وبقيسها لو مش مدرجه هات المسطره وبتقيسها مش هتشوف الميه؟ هي الميه طب سؤال تتوقع لو عندي حته طين ناشفه واحط عليها ميه لونها هيتغير ولا تفضل زي ما هي؟ تفضل زي ما هي من التاني متفقين معاك؟ طب الحمد لله لا مش هتفضل زي ما هي هنحاول نعمل التجربه دي هبقى حته قماش لها لون لما يتحط عليها ميه مش لونها هيتغير شويه؟ ولا برضه زي ما هي؟ لا انت حطها تعملها النهارده الرمل نفسه الرمل الرمل الابيض الشاهد ده هاته وكب عليه شويه ميه لو لونه ما اتغيرش يبقى اعزمنا نعمل التجربه دي قدامنا يعني ايه؟ ما ايوه الميه وهي ماشيه بتبلل مكانها وهي ماشيه فانا بشوف حركتها لون التربه بتمسك معاك خلال التجربه دي واحنا شغالين يا جماعه الميه بتتعرض في طريقها في الانبوبه بتاع الكابيلري وهي ماشيه فبتكون ماشيه في ايه؟ في الانبوبه لغايه ما تطلع لاتجاه معين. تمام؟ يبقى احنا عرفنا بقيس الاتش كامل وانا ماشي في الطريق وعرفنا الخزانات اتش 1 واتش 2 وعارفين طول العين ايه؟ وعارف المسافات اكس والمسافات والازمنه دي. ماشي الحال؟ طيب نعمل ايه بالكلام ده؟ اه طب الموضوع سهل. العينات في الثلاث الدورات ايوه ما لازم ابدا برام واسيبها لغايه ما تتبلل تماما وابدا التجربه بتاعتي لغايه ما الميه تعدي الناحيه الثانيه. طب ما نجلها احنا عشان ننجل. طيب هنيجي حضرتك لسلايد برضه اللي فات تكملات بتاع هنسيب في الغروب ولو ما حدش عرفها مش هعرف نتفرج. ايوه السلايد انما هنقول الفكره بتاعته بتاع التكملات. خلصتها امبارح. لسه انت نفس ما عملنا هنا خدنا شريحه معايا يا جماعه خدنا شريحه كده اللي هي دي اكس ولها اتش دي اتش خدنا دي اكس دي اتش على دي اكس وعملنا لها تكامل ماشي بس الفاصل في الموضوع ده ان العينه معرضه لضغط نفهم دي بقى عشان تبقى فاهم العينه اللي عندي معرضه جدا التوتال هيت بتاع العينه عباره عن ايه؟ عباره عن حاله فتح الخزان الاولاني ركزوا في دي قوي قوي الهيد التوتال هيد اللي على العينه حاله الخزان الاولاني هي المسافه من فوق مش من هنا لغايه السنتر مش اتش واحد مضاف اليها الاتش كابيلر
يبقى التوتال هيلث بتاع العينه هو اتش واحد عندي اتش كابيلر مش فاهمها. ارجع للكابيلر فينومن ده هيلث اضافي قاعد بايه على الطب اللي التنشن. يبقى ده التوتال هيلث بتاع في الحاله الجزء الاولاني بتاع التجربه. اما في حاله النص الثاني بتاع التجربه التوتال هيلث هو عباره عن اتش 2 زائد الاتش كابيلر. والاتش كابيلر بيثبت ايه في الحدين. يبقى ده الفاصل في الاثبات. طيب هنوصل فين بعد ما نعمل الانتجريشن فاكتور؟ طيب اجل السؤال بشويه. سؤال زميلكم ايه الغلط في استخدام الخزانين مع بعض؟ اجل شويه. بعد ما هنعمل الانتجريشن وهقسمها لمرحلتين هطلع بمعادلتين. المعادله الاولى اللي هي ايه ده فرصه مش مساحه عباره عن 2 كي على ان 2 كي على ان حيث ان هو البروسيتي المعامل المساميه فاكرينه والكي ده اللي انا بدور عليه الان عشمال ده كونستانت هنركبه شويه مضروبه في اتش واحد زائد اتش كابيلر اتش واحد عارفين على الرسم اللي هي ايه؟ والاتش كابيلر ده ارتفاع الميه في الانبوبه المعادله الثانيه اللي من نتيجه تكامل الجزء الثاني التجربه هو عباره عن بي بتساوي 2 كي على ان الكي ده المجهول اللي احنا بندور عليه اللي هو البرميابيلتي ان هو البروزيتي مضروبه في اتش 2 زائد اتش كابيلر. طب لو بصينا في المعادلتين دول فهم كان مجهول ده بغض النظر عن ايه والبي الكي والواي الكي الكي والاتش اتش كابيلر انا مش عارف ما انا مش عارف ايه صف طبيعي انا اعتبرها مجهوله. يبقى الكي والاتش كابيلر طيب يبقى عنده معادلتين في المجهولين نعمل ايه؟ قال لك بقى ان احنا لو خدنا النتائج دي ركزوا مع النتائج دي وقمنا رسمين علاقه بين التي والاكس بس الاكس هتيجي هنا تكاملها هيطلع اللي هو الاكس تربيع لان هكمل الاكس لما تتكامل في المعادله هتبقى اكس تربيع ماشي؟ فقال لك لو جيت رسمت علاقه التي على المحور الافقي والاكس تربيع على المحور الراسي سي مثلا انت واخد اربع قرايات زي دول وطلعهم اربع نقط بالمنظر ده العلاقه بين ايه؟ تي والاكس تربيع يعني ازود هنا هنا هسميها الاكس تربيع هرد على كل يبقى عندي قيمه كل تي قدامها اكس تربيع واقوم راسم على الاكس شيت او ترسم على السكيل بتاع دول وادي اقوم موصلهم بخط مستقيم مع بعض رسمنا على رقم من تيو الاكس تربيع عشان التكامل فيه تربيع بيعتبر خطوات التكامل واكس تربيع والتي طبعا اطلع هنا خمس فاصل اجي في الفتر من المسطره من المسطره بين الخط والسطور بس الدور بالصفر لان اول نقطه ايه؟ صفر صفر ماشي؟ طب والجزء الثاني من التجربه هتقسم له برضه النقط بتاعته بس سي مثلا طلع كده الاربع نقط كده هتيجي برضه من فيتنج كير ما هتوصله لخط مستقيم كده. يبقى انا عندي خطين مستقيمين. نركز بقى في الخطوه اللي جايه دي. ميل الخط المستقيم الاولاني ده هو الايه؟ هي فاكتور ايه؟ الكونستنت ايه؟ كان حاسس. ميل الخط المستقيم الثاني ده اكيد بيه هو الكونست بي في المعادله الثانيه. اصبح عندك معادلتين هم مجهولين فقط هم ايه وايه؟ الكي والاتش سي كي والاتش سي. نرجع لسؤال زميلك تجربتين ليه؟ تنكين ليه؟ لان انا عندي مجهولين فمحتاج معادله تمام؟ جينا بقى الناس اللي فاهمه مركزه معانا كمل الجزء اللي جه اهو جينا في الامتحان مره جبت لهم خزان واحد بس ماشي؟ وجبت لهم الاتش كابيلا هل هم محتاجين خزان ثاني؟ بديل تعويض للايه؟ للاجابه بتاع السؤال خلاص؟ جبت له كي وخزان واحد يبقى انا عايز الاتش كابيلا يبقى التجربه معموله اثنين لان في سياق المساله اللي عندي هم مجهولين بالاصل بدور عليهم مش مجهول واحد لان التجربه اسمها كابيلا بالتاسع
الباسبورت عشان طلع الريتش كابيلا، وفي نفس الوقت في الطريق كنا عاملين الكي فسميناها كابيلا بتست اوكي بيرميابيلتي او ثابت يا جماعه ثابت في الفيرتو وراحت التاني ها واقف ما بين فين سمعت مش فاهم انت مش فاهم عايزه انت الاول التجربه تمام انت نص طعم عايزين بقى عايزين بروجكت يبقى انا هنا الان البروست كده لا تبقى مقطع بتصور البروبورتس اللي في كده في الثاني نازل المقطع اللي عايز اوصل واقف بقى انا بقى عامل ايه العقوله اللي تحت التخنه حطيتها يا جماعه ده عشان تحقق صاحبتي يا بيبي بس ما تحسش انها انا قاعد كل الليل اتفرج على الفيديو الاشتور عايزه ده ربع ساعه ده ربع ساعه معايا كتاب كلهم هم عايزين تاخدهم شيف يلا دي مش مقدره الفيديوهات دي انا هقول لك ما يا بيتش بتقوم طالعه شوف على ايه ضغط الضغط جالس حضرتك كده سعيد بتعمل على بيتش فاكر عملنا سيرفس يبقى هنا الاتجاه بالسالب وهي سالب الاتجاه الطريقه يبقى خدها بالقوه يبقى هي الشكلها بتقف على 4 انش 1 مره ماشي طيب ده صح الجزئيه دي هنقف عند كده دكتور كمل بقى الاسبوع انا كنت